طبعا لجان المقاومة حقيقة أيضا من إبداعات الشعب السوداني بعد قوى الحرية والتغيير التي قادت التفاوض ما بعد سقوط النظام البائد وتجمع المهنيين الذي كان يضرب به المثل في الانضباط في مسار الثورة خلال سنوات. تأتي لجان المقاومة في هذه المرحلة لتقود العمل في الشارع بشكل يعني حقيقة أدهش العالم وأدهش المتابعين، وكانت هناك محاولات لشق صفوف هذه اللجان سواء باستنساخ لجان مقاومة لما يسمى بالتوافق الوطني والادعاء أن هناك لجان مقاومة تدعم ما حدث من انقلاب 25 أكتوبر. هذه اللجان استطاعت أن تقاوم مثل هذا الاستنساخ وأن تقود الشارع بشكل سلمي وبشكل يدعو إلى الدهشة وبالإعجاب حقيقة، لأن هؤلاء في الآخر هم شباب أغلبهم ليس لهم يعني تجربة سابقة في العمل الميداني أو السياسي، ولكنهم استطاعوا بما لديهم من دوافع ذاتية من أجل الوطن أن يقودوا هذه المرحلة بذكاء شديد جدا وبتوخي للمصلحة الوطنية، واستطاعوا الصمود أمام المغريات وأمام محاولات شق الصف. وكان هناك أيضا محاولة لإيجاد وقيعة بينها وبين القوى السياسية، وكانت هناك يعني لغة يعني استخدمت في المرحلة الماضية، وهي أن القوى السياسية هي قوى طامعة وقوى لها أجندتها وغير ذلك من الأمور التي حاولوا بها شيطنة هذه القوى السياسية.